في الفترة الصباحية. ننطلق في هذا الشوط الخامس اللي يحمل فئة المحليات البكار، وتندفع هذه الأسماء من مسافة 5 كيلومترات، هي المسافة الرسمية المقررة لانطلاقة سن اللقاية في هذا اليوم. ننطلق مع المركز الأول، طبعا الجائزة سيارة لصاحبة المركز الأول ومن تفوز بهذا الشوط. ندى اللي تحتل المركز الأول ملكيتها لمحمد بن سعيد بن خاتم الشامسي على المركز الأول، والمركز الثاني غزر على المركز الثاني، شعار مسري بن سالم بالعرض الحميري يحتل المركز الثاني. المركز الثالث تنطلق الواعية أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، غيرت على المركز الثاني والمركز الثالث. نشوف المركز الثالث، تقدم الواعية مبارك بن راشد بن خلف العتيبة على المركز الثالث، وهنا تغيير وانطلاق من حلوة لعبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي على المركز الثالث، لتبقى بالمركز الرابع الوارية بشعار مبارك بن راشد بن خلف العتيبة. والمركز الخامس ينطلق في هذا الموقف شعار سالم بن حمد بن حبروت الجنيبي على ظهر الشهنية شعاره. والمركز السادس، المركز السادس هنا من تنطلق فيه وتندفع هذه سرابة حمد بن سعيد بن محمد الخيلي. والمركز السابع ينطلق شعار مسري بن سالم بالعرض الحميري. والمركز الثامن من الجانب الآخر تقدم وانطلاق مرمرة سعيد بن هدي بن بطي الشامسي، وهنا تقدم بالمركز الثامن من قبل الغزي اللي علي بن محمد المري. والمركز العاشر بنشوف المركز العاشر، هذه الشايبة محمد بن ملحام بن راشد بن حبيبة المري، أحد ضيوفنا من دولة قطر من ميدان الشحانية. أيها الإخوة المتابعون، نداءنا الأول لهذه الأسماء، نداءنا الأول لهذه المجموعة وهذه النخبة اللي تنطلق. خلاص ختام الموسم، ختام الموسم ولا بعده سباق، خلاص بنقيض. اللي بيقيضنا على ناموس اليوم يا سلام، مع سن لقاية وامتاع هذا السن، سن الامتاع والابداع لكل المتابعون يستمتعون بهذا السن، سن اللقاية. متعة اللقاية غير، متعة اللقاية غير وابداعها غير. يا سلام، ندى اللي تحتل المركز الاول تنطلق، تابعوها، تحمل الرقم 9 وتنطلق بهذا الشعار محمد بن سعيد بن خاتم الشامسي، منطلقة بالمركز الاول. لقطة جوية عبر قناتي ياس المتابعة لهذه الأحداث المهمة هنا في الوثبة، مهمة لأبناء الخليج، مهمة أيضا لكل عشاق الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، هذه الرياضة الغالية في قلوب أبناء الخليج. يا سلام، ندى محتلة للمركز الأول، منطلقة محمد بن سعيد بن خاتم الشامسي على المركز الاول. المركز الثاني هذه حلوه عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي، وثالثا حامله للرقم 3 الواعي احمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، حامله للواء الغربيه وقادمه من الغربيه. يا سلام، المركز الرابع، المركز الرابع اللي تحتل المركز الرابع وتنطلق فيه وتندفع على المركز الرابع، هذه مرمرة سعيد بن هدي بن بطي الشامسي. والمركز الخامس، المركز الخامس الذيبة صالح بن محمد بن سالم الحبسي، أحد ضيوفنا من السلطنة. والمركز السادس، المركز السادس الشهنية راشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري، وصل في هذه اللحظة، وانطلق شعار سعيد بن حرام بن سعيد الجابري مع الشهنية على المركز السابع. والمركز الثامن، المركز الثامن
هذه سرابة حمد بن سعيد بن محمد الخيلي، والمركز التاسع الغزيل علي بن محمد المري، والمركز العاشر تنطلق فيه وتندفع هذه الشهنية لعبد الله بن راشد الشامسي. هذه الأسماء، هذا النداء الثاني لهذه الأسماء المنطلقة وشعار الغربية على المركز الأول. يا سلام، المنطلقة والمندفع الواعية أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، ووصل شعار الحبسي على المركز الثاني مع الذيبة للسلطنة، مع صالح بن محمد بن سالم الحبسي، ينطلق بالمركز الثاني، ينطلق يطمح في تحقيق نقطة يا الحبسي، نقطة ثمينة غالية بالوثبة. وركز يا سعود، يا سلام، ولكن الواعية وهنا المتدخلة الشهنية المنطلقة المندفعة من العمق، هذه الشهنية على المركز الثاني، سعيد بن حرام بن سعيد الجابري على المركز الأول، تنطلق بالمركز الأول في الصدارة. يا سلام، السيارة للشهنية، فازت الشهنية، انطلقت في هذا الموقف الخطير مع المئة متر الأخيرة لتهدي للجابري ناموسا صباحيا وثباويا هنا مع هذا المهرجان الختامي الكبير. سعيد بن حرام بن سعيد الجابري من فاز بالشوط الخامس، تهانينا والناموس. المركز الثاني، الواعية أحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري. المركز الثالث، مرمرة سعيد بن هدي بن بطي الشامسي. المركز الرابع، تصل الذيبة صالح بن محمد بن سالم الحبسي. المركز الخامس، الشهانية لراشد بن مبارك بن سلطان بن قران المنصوري. تهانينا والناموس أيها الإخوة المتابعون لكل من فاز. التوقيت الزمني لحظة وصول الشهنية إلى خط النهاية وإعلانها لناموس هذا الشوط، سعيد بن حرام بن سعيد الجابري، 7:38. 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني، هذه الواعية لأحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، توقيتها 7:39. 4 أجزاء من الثانية هو توقيت الواعية، تهانينا والناموس. المركز الثالث، 7:40. 5 أجزاء من الثانية، توقيت مرمرة لسعيد بن هدي بن بطي الشامسي، تهانينا والناموس لكل الفائزين.